الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، هذا بالناس في حسن الفعل وقبحها وينتهي الامر، لاننا سندخل فقط في الكلام على بعض التصوف من الكلام على انواع الفناء ثم الاستعانه. عليكم السلام وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس وهو نظام التوحيد: فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا ظاهر جدا لا مرئة فيه. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهذا جاء من أمر الله ومن نهيه، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضهم الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفونه من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم بإيام. هنا البيان في الكلام على الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر لابد فيه من تضمين العينين، عين القدر وعين الشرع، لابد، ولأن عين الشرع من لوازم عين القدر، عين الشرع من لوازم أثار عين القدر، فلا بد من الإيمان بالقدر خلافا للقدرية الذين يقولون الأمر أنف. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتب القدر. القدر: عالم فكتب فشاء فخلق، عالم فكتب فشاء فخلق. والحق أن القدر من قدرة الله، فهو من لوازم الربوبية، فمن كفر به كفر بربوبية الله جل في علاه، ومن أشرك في القدر أشرك في الربوبية. ولذلك قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله آمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ومعناه أنه التوحيد لا بد فيه من المراتب الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية. توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، وهذا يستلزم أيضا توحيد الأسماء والصفات، وبه ينتظم التوحيد وتستقيم عقيدة المسلم. فمن آمن بأن الله جل في علاه خالق لكل شيء ومقدر لكل شيء، ثم دعا ما بعد ذلك بأن الله خلق فعل نفسه، فقد كذب بالقدر. وأيضا من آمن بأن الله جل في علاه هو خالق كل شيء وهو مقدر كل شيء وهو الذي له الحق في الأمر والنهي سبحانه جل في علاه، ولم يؤمن بأنه الذي سبحانه جل في علاه الذي شرع وأمر ونهى، وأنه خلق أفعال العباد، وأن الفعل ينسب للعبد اكتسابا وينسب للعبد خلقا وإيجادا، أيضا قد كذب بالقدر. والفرقة الثانية أعظم سوءا من الفرقة الأولى، فالجبرية أخس فعلا واعتقادا من القدرية. ويبين الشيخ المراد بالشرع بأنه الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وهذا هو مضمون ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. والإنسان مفتقر مضطر إلى شرع في حياته الدنيا بأمر ونهي يأتمر به فيسارع في مرضات الله جل في علاه، ونهي ينزجر عنه أيضا مسارعا لمرضات الله جل في علاه.
ولأن الأمر والنهي فيه التمييز بين الفعل والترك، وهذا مجرد العدل الذي يكون بين الناس في المعاملات أيضا بباب الأمر والنهي. فالإنسان محتاج إلى الشرع جدا كما أنه محتاج إلى التسليم للقدر. فالإنسان وإن كان حتى منفردا فلابد له من فعل وترك، لأنه بطبعه همام حارس مريد فعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارس وهمام. فإذا كان الإنسان له إرادة ومتحرك بها فلابد أن يعرف ما يريد، هل هو نافع أم ضار، وهذا لا يكون أبدا إلا بالشرع، لأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وهو الذي شرع له ما ينفعه وأمرا، وهو الذي شرع له البعد عما يضره نهيا وزجرا سبحانه جل وعلا. فالتمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد ليس من عجز، يعني من نظر العبد وعجزه أن يصل إلى ذلك، فلا بد له من شرع من الله جل وعلا الذي يفعل ذلك إصلاحا له. ولذلك قال الله تعالى: والله يعلم المصلح من المفسد. والله جل وعلا يقول: إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، ومن عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. إظهارا لفعل الله جل وعلا أنه يفعل عن علم وحكمة سبحانه جل وعلا، وإن شرع شرع عن علم وحكمة. تبع على الآدمي المكلف التسليم للقدر، لأن هذا به الرضا بالله ربا، كما قال تعالى: يعني ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال الشيخ: وأنه لا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع، إن كان المراد أنه لا يمكن أن يعيشوا عيشة سعيدة يعني بلا شرع، فهذا ظاهر جدا، وإلا فالأمم الكافرة يعيشون للدنيا وبالدنيا، وأخذوا بأسباب الدنيا وامتلكوها، ولكن حياتهم مدمرة في حقيقة الأمر، فليس لهم الحياة الهنية التي قال فيها الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مفهوم المخالفة: إن كفر فلا يحيى الحياة الطيبة. فمتعتهم متعة البهائم، وفيها من فيها بعد ذلك من تعقيب التنغيص عليهم والآلام والهموم والغموم التي تهجم على القلوب، ومآلهم بعد ذلك إلى الخلود في النيران، نعوذ بالله من الكفر ومن الخزلان. فشقاهم في الدنيا قبل الآخرة بحياتهم الدنيا التي عاشوا لها. أما إذا قال يعني لابد لهم من شرع ونظام، وفي جوانبهم الحياتية من تعاملات وبيع وشراء وود وغير ذلك، فهذا الحق بأنهم يحتاجون إلى شرع. ولذلك حتى الأمم الكافرة يستخدمون قوانين يجتمع عليها عقلاؤهم من أجل أن يتعايش الإنسان مع غيره. كل ما فعلوا من زبالة أذهان الإنسان لا يمكن أن يصل إلى العدل الرباني، ولا يمكن أن يصل إلى ما يكون فيه الفلاح والسعادة للإنسان إلا بشرع الله وبحكم الله جل وعلا. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. وهناك أمور لا تعرف إلا بالشرع من الطاعات ومن المعاصي، الطاعات التي يحبها الله جل وعلا، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ولا يمكن للإنسان أن يرتقي ليعلم يعني ما يحبه الله ويرضاه مما يبغضه الله جل وعلا ويسخطه. وأما المآكل والمشارب أيضا الحرام منها والحلال لا يعرف إلا بالشرع، لا يعرف إلا بالشرع. وإن كان الأصل في الأشياء التي خلقها الله الحل، خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكنه بين أيضا في الذبائح أنه لا يكون إلا المنع الأصل فيها حتى تكون على طريقة الإسلام، وفلا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. وقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فترى بأن الله تعالى أمر العبد سواء كان طعاما أو شرابا بما ينفعه لا بما يضره. نقف عند هذه الجزئية، فالحمد لله أنمن علينا الله بذلك. لو في أي أسئلة تفضلوا حتى أستأذن سريعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.